أنا استشهدت بين إيدي سلمى. يعني سلمى ما كانتش بعيدة عني. أنا هاي جريمة إعدام. يعني اللي صار مع سلمى جريمة إعدام مقصودة. سلمى كانت كثير قريبة مني أنا. كانت حابة الحياة بشكل كبير. يوم ما استشهدت الصبح أنا حاولت أتواصل معاهم إنه اطلعوا، فهي كانت رافضة تطلع من البيت. هي سلمى حكت لهم أنا بديش أطلع، خايفة. حكوا لها إنه لا، بدنا نروح على مكان أأمن من هاد. البنت حتى طلعت وهي خايفة. يعني أنا طلبت منهم، من سلمى وعائلتي والعائلات الموجودة في نفس المبنى، إنها تغادر المبنى أو تطلع منه لمكان آمن بناء على تعليمات أو مناشير من الجيش الإسرائيلي. ضلهم ماشيين، في منهم جزء كبير كبار سن يعني، وجزء كبير أطفال وجزء كبير نساء، ومنهم من حامل الراية البيضاء ماشيين. كان أولهم اللي هي بنت سلمى. سلمى وسارة كانوا أول هذا العدد الكبير من الناس اللي هم عائلات. كانوا حاضنين بعض، كانت سلمى وسارة جنب بعض، وراهم بالضبط زوجته وعمر. وأنا كنت جاي بالجهة المقابلة على أساس أن أستقبلهم، يعني كانوا بعيدين عني بالضبط 10 متر. صار أنه في مفترق طرق بيني وبينهم، أنه هي دخلت المفترق قبلي. يعني كانت تجري هي وأختها وجايين مبسوطين أنهم بدهم يجون. يعني أول ما دخلت المفترق صارت لاق نار. لاق نار استهدف كل اللي موجودين اللي دخلوا المفترق. طبعا سلمى كانت أول من دخل المفترق. جت أنا ما عرفتش إيش اللي صار، سمعت صوت لاق نار وقفت. بعدين شفت يعني سلمى هيك كأنه حدا خبطها، صارت تنط بشكل هستيري هيك وخايفة، وصارت تيجي باتجاهي. فأجت باتجاهي، أنا دخلت مباشر عليها حضنتها. حضنتها بس تأكدت إنه في دم يعني في رقبتها، في طلق هنا. حملتها أخذتها حطيتها بسيارتي ورحت فيها باتجاه المستشفى. أنا وصلت المستشفى كان فيها نبض يعني بسيط هيك. دقيقة الأطباء حكوا لي إنه يعني عظم الله أجركم والبنت استشهدت. اللي صار يعني انعكس، بدل ما يكون فرح واحنا مبسوطين وتجمعنا مع بعض، لا، صار انه انا فقدت سلمى وفقدتها للابد. يعني هي البنت كمان كانت ذكية كتير، بتحكي كتير، بتتفاعل كتير مع الناس، كانت محبوبة. هي عن جد كانت احلامها كتير كبيرة، كانت اكبر من سنها، كانت تحلم تصير دكتورة. واحنا بصراحة يعني بشكل جدي احنا كنا يعني متأملين انه هي من كثر ذكائها انه البنت لها مستقبل حلو. انا عندي بنتي مشرقة، انا عندي بنتي بتسوى الدنيا كلها، وما زالت، وحضني احكي فيها للأبد يعني.